الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. نسالوا جولة من يومية صباح لعنونات: مومس كتكشف قاتل طالب غابوني، حلت الشرطة القضائية التابعة لولاية امن البيضاء لوس مقتل طالب غابوني داخل شقته بعد تعذيبه بايقاف 7 متهمين ضمنهم 3 نفذوا الجريمة عن سبق اصرار، فيما 4 تورطوا في المتابعة بسبب اقتنائهم مسروقات كانت ملكية الضحية. تفاصيل اوفر كتابعوها بيومية صباح. وليومية المساء طائرة قادمة إلى مطار محمد الخامس كتهبط بالجزائر بسبب قنبلة. تسبت مواطنة مغربية مقيمة في اليمن وكتعاني من اضطرابات نفسية في حالة من الرعب على متن طائرة تركية قادمة إلى مطار محمد الخامس بعد ما أبلغت عن وجود قنبلة على متن الطائرة اضطر معها ربان طائرة إلى الهبوط في الجزائر العاصمة متسببا في حالة استنفار بالمطار ووسط الأجهزة الأمنية الجزائرية. وإلى يومية الأحداث المغربية، سقوط داعشي مغربي بمنطقة الباسك. أوقفت عناصر الاستخبارات العامة الإسبانية في وقت مبكر شابا مغربيا بإقليم الباسك أقصى شمال إسبانيا بتهمة دعم ومساندة التنظيمين الإرهابيين داعش والطالبان والعمل على الترويج لإيديولوجية التنظيمين المتطرفين. ونختم بأخبار اليوم: ماكرون كيحيي اتفاق الصخيرات. أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق الصخيرات اللي وقعه الفرقاء الليبيون نهاية 2015 بعد جولات طويلة من المفاوضات احتضنها المغرب التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة اللي شهدتها ليبيا في الشهور الأخيرة استبعدت هذا الاتفاق من المشهد. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.